مش تحب ولادك بعد ما تقعد هنا يبقوا ولاد العمد وملاك الأرض دي كلها باللي عليها؟ والله لو ربنا أراد كده فعلا يبقى لا رد لحكمته، لكن لو ما أرادش. أنا أحب يا معز، مش أحبه بس، لا دول هيبقوا أحفاد اللي كانوا أسياد البلد، وهم كمان لازم يبقوا أسيادها، مش ولادي اللي يقعدوا متربعين قدام بنت بتاع الزيت. طب ودي تيجي ازاي؟ فاضل اهو ومراته اهي، وبعدين الخلفة اللي أنعم بيها ربنا عليه جاية، وبعدين فوق كل ده البلد فعلا بتحبه. الحكاية دي مرة قوي. صريحة انت عايزانا نعمل ايه؟ نطردهم من بلدهم؟ يبقى ما عملناش حاجة. أمال ايه؟ السبب في المصايب دي كلها هو اللي هني. مين؟ فاضل؟ هو مش بيقول في الخلوة انه بيحب الجنة ونعيمها؟ خلاص نساعده ونخليه يروح أوام. قصدك ايه؟ مش بتقول انك شاريني؟ خلاص يبقى تقتله. الله حي الله حي. انت الامين وانت الضمين وانت اللي ذكرك مكسب. صلي وسلم على النبي الشافي في جميع الانبياء. يفتح الله صبيحة، عايزين ارضيكي واغضب ربنا؟ طب بس لحد يسمعنا. اللي خلقنا هو اللي سامع، وده الاهم. بعد التصريح اللي انت قلتيه ده، يمين بالله لو تقلوكي ليا بالمال. بتقول ايه؟ بتقول لو تقلوني بالمال؟ بتقول الكلام ده لصبيحة؟ ولو معاكي فوق المال مجد الاولين والاخرين، ما تخصنيش بعد النهارده يا صبيحة. انت اللي بترفضني يا معز. اكيد. أم جابر سلامتك يا ست صبيحة. مالي؟ مش عايزة أشوف حد قدامي. والله تستاهل على الخبر ده شوية دهب يا أم الخير. مش عارفة آخرتها إيه. أنا حاسس كده إن ربنا كتبها لي. مين؟ صبيحة؟ يا ريت يا جابر، يا ريت، ده اللي بتمنه لك طول عمري. واد يا جابر مفيش حد يستاهلها غيرك، ويستاهل معاها العرش كمان. فكرك توافق يا اما؟ ايه اللي هتوافق؟ اديها كسرت قلب المعز، وهي ما تقدرش تعيش من غير راجل، ومفيش قدامها غيرك. ومين بقى اللي هيقدر يذل فاضل غير جابر؟ بس يا اما تبقى الفرصه جاتني ولا يمكن اضيعها. رايح على فين؟ طلع لها حطيتها يا اما. انا مش طايقه اشوف خلقة حد. ليه بس يا ست الناس؟ انا جاي اقول لك من قلبي مبروك. تبارك لي على ايه؟ اللي تبارك له بصحيح اللي هيجيب الخلف. بقول لك مبروك عشان رفضت الجواز. بتتكلم على كيفك يا بغل من غير راس. غور من وشي.
وبعدين انت اساسا ايه اللي طلعك لغايه هنا؟ اشمعنى المعز؟ ابن ناس بيعرف حدود الادب، امشي اطلع بره. ليه بس يا ست الناس؟ امك ما بتخبيش عني حاجه، صرحتني باللي خطر على بالك. ليه انت عايز تتجوز صبيحه يا بغل الطحونه؟ محدش هيحميكي ويحقق كل اللي انت عايزاه غيري انا. وايه اللي يجبرني عشان اتجوزك وتحميني؟ وانت من امتى تقدر تخالف لي امر؟ انا خلاص ما عدتش قادر على الصبر، فاض بيا الهوى وعدى حدود القلب. لو ما انتش راضي عن جابر اقتليه وريحيه. لا، هعمل اللي اشد من القتل. تخرج من هنا وما تطلبش بعد كده حتى تشوفني. لا يا ست الناس، كله اللي كده ده لقيت الروح بايديا اهون. خلاص يبقى تعال، وكفايه اني سنداك ومخلياك تتساوى بولاد عمي. صدقيني يا ست الناس، انا الحيطه اللي حايش عنك الشر. خلاص يبقى تكتم حبك في قلبك وما تبوحش بيه لحد، وكفايه اني مخلياك في حياتي سواء اتجوزتك او لا. انا كل اللي طالبه منك انك تعطفي عليا وتسيبيني احبك حتى في السكات. طب اسمع يا بغل. خدامك. تفتكر ليه ممكن ارفضك؟ انت راجل واقوى من كل الرجاله. اسمع، انا في ده التراب اللي تمشي عليه. أنا عايزاك دلوقتي تروح لغاية فاضل، وفي وسط الناس كلها تقول له أنا جاي طالب القرب منك. في مين يا جابر؟ دراية فاضل بقى بني آدم حقير زي ده جاي يقول لك أنا أسبك، وكمان تسأله في مين؟ ما هي طفتك دي اللي مطمعاها فينا، ده كلب ولا يسوى. أنت يا جابر في مين؟ في صبيحة بنت عمك. موافق عليك؟ طب استنى بس يا فاضل، اقعد الاول وبعدين نتكلم. نقعد؟ ها جرايبر انت يا حصلت انك تعمل راسك براسنا وتقعد جنبنا كمان. بقول لك ايه يا بدران، انت مش حمل خبطه من دراعي. انا عايز افهم انت عايز ايه بالظبط. تجوزني صبيحه؟ مش بقول لك يستاهل الذبح؟ واللي يطلب الجواز حلال ربنا يستاهل الذبح يا بدران. لو عايز تتجوز صبيحه يبقى مالكش وعد في البلد، لا انت ولا هي. والله انا ما اقدرش اقول لها كده، هي صاحبة الكلمة. لما هي صاحبة الكلمة جايلي أنا ليه؟ قالت لي ياخد رأيك كده. طب أنا موافق يا جابر. وافق؟ بتقول وافق؟ أيوة وافق يا ست الناس. وده زعلت في حاجة؟ اللي زعلني امشي برا برا برا. جابر امشي امشي امشي، السعادة من قدامها. امشي يا جابر. أنا يا فاضل تشتري بيعت الزيت وتباني. أنا اسمع عليك يا حبيبتي، احمي نفسك يا حبيبتي. يا مرجك يا صبيحة يا حزنك كده بتشمتي فيك الأعالي يا حبيبتي. يا ويلي يا ويلي من غير قلبي يا صبيحة. اهدي اهدي، هو احنا خلاص بقينا وللات الحيلة؟ مش هنقدر نقف في وشه ونعرفه مقامه؟ حياتي وحياتك لكون نصباله الخيه اللي يقع فيها ما يقومش. ازاي ازاي يا ام جابر؟ بالهداوه يا حبيبتي بالهداوه، شويه شويه، المساله عايزه تفكير وياما في الجراب يحاوي. نسيت خلقاني يا ام جابر. هروح اندهلك الكوديا يا حبيبتي، تبخري وهتقومي زي الفل ان شاء الله. انا يا فاضل ترميني لواحد زي جابر؟ انا يا فاضل ترميني لجابر؟ انا ترميني لجابر؟ ترميني لجابر؟ ترميني لجابر؟ ترميني لجابر؟ ترميني لجابر؟ انا ترميني لجابر؟ ترميني لجابر؟ والله غلطت يا فاضل، مش سهل علي اقولها، لكن اقول لك ايه، ما باليد حيله. غلطت في ايه بقى يا فوز؟ قوليلي ايه اللي غلطت في ايه دي كمان؟ ده انت قللت من قيمه البلد كلها يا راجل. يا جماعه هي موافقه والشرع بيقول القبول والاشهار. ايه
هتهربوا شرع الله ولا ايه؟ والعقل راح فين يا فاضل؟ صبيحة أعند من الحجر ومفايتها تمت على جابر وهي مش في وعيها. وايه اللي يجبرها توافق؟ يعني مش عارف يا فاضل؟ انت بالذات لازم تكون عارف. والله ما هسيبها تعمل اللي هي نوياها حتى ولو طارت فيها رقاب. ما تسرعش يا بدران وتشعل النار في البلد. هي اللي ناويه تشعل النار في البلد يا فاضل، دي مقبوله ولازم حد يا ناس يوقفها عند حدها. انا رايح لها بنفسي وليلتي مش هتعدي الا وهي مغيره رايها. يا بدران كلام بدران مظبوط يا فاضل. استنى يا بدران انا كمان جايه معاك. يلا لطفك يا رب. مش يدي اوامر هنا الا الست صبيحه. لو حد فيكم اتحرك او حتى فتح بقه بكلمه هطير رقبته بسيفي دلوقتي حالا. وبعدين يلا كلكم بره. يلا انتوا اللي تمشوا تطلعوا بره. محدش من طرف فاضل يدخل بيتي. صبيحه امشي اطلعوا بره. انتوا عدويني اللي شمتانين فيا بره. كفايه بقى كفايه الحكايه زادت عن حدها. ستك هتبقى زي القطار في البلد وسمعتنا هتلطخيها في الوقت. قلت لك اطرديهم يا ام جابر. كفايه انهم خدامين بنت بتاع السرجه المزيت. اطرديهم يا ام جابر. بره بره دلوقتي عبال ما تهدى. بره بنت بتاعة السرجه المزيت اللي بتتكلمي عليها دي كامله وعاقله وشريفه. على الاقل ما عندهاش وحش مربيها قليها في بيتها. انت جبت لنا العار. خلاص يا قللت العار. يا صبيحه اسمعي بقى، بقول لك احنا هنقعدك على باب بيتك زي الدبان لحد اللي اسمه جابر ده ما يفوت البلد كلها. وده امر من فاضل. يعني هي دي اوامر فاضل؟ ده انا مستنيه الامر ده من زمان. فاضل يهز الصبيحه. زغرتي يا ام جابر زغرتي. ازغرت على ايه؟ على الخيبه. طب ايه رايكم بقى ان انا قابله التحدي واللي في دماغي هعمله؟ هتجوز جابر. مصيبه هتحصل يا رجاله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا مغاوري؟ في ايه؟ اداني معلومه قدام دار صبيحه. ليه؟ هتتجوز جابر. ايه؟ هتتجوز جابر؟ ده من ما اتكلمت في حالها. هتتجوز جابر بكرة بالكمان. لا يمكن حال اسمح لها تعمل كده ابدا. الخوف ان ملاك المراكب واعياد البلد يباركوا كلام صبيحه ويشجعوا جابر. صح يا رجاله، كلامه مظبوط. كارثه ومصيبه يا رجاله. صبيحه هتقف ضد الشيخ فاضل وملاك المراكب هيحاربونا في ارزاقنا. ده طوفان. طوفاننا لا اول ولا اخر. الحل الحل ايه يا رجاله؟ يا رب فك الضيقه. ماليش في الدنيا غير عطف وحنيه قلبي يا رب. شباب انت لسه صاحيه؟ خفت اقضي ليلتك في خلوتك قبل ما اقول لك كلمتين. كلمتين يا بنت الناس. هو في ايه شاغل البلد غير صبيحه؟ انا استخرت الله وهروح لها لغايه عندها عشان اعقلها. ما يصحش اللي بتعمله ده. الشيخ عقيل جاي يا سيدي فاضل. ابويا ايه اللي جاب ابويا سعادي؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. خطوه عزيزه يابا. ايه يا جماعه اللي حصل لستنا صبيحه؟ ستنا؟ انت بتقول ستنا يا عم الشيخ عقيل؟ ستنا ونص يا سيدي فاضل. من فضلك يا شاب انا ما احبش مراتي تتدخل في اللي مالهاش فيه. طب احنا بس واسمعني. لا حول ولا قوه الا بالله. سريح فاضل سريح. دي بنت عمك والسكه اللي انتوا ماشيين فيها ما تاخذنيش غلط. شاب وغلاوه ابويا عندك لا تقعد وتسمعني. خليك معايا في اللي هقوله يابا. قول يا بنتي. الكل عارف ان صبيحه كانت مياله لفاضل. وقلوب الستات زي ما انت عارف زي قلوب الطير. قلبها رفرف وحط على فرعك يا سيدي الناس. لكن قلبك اختار غيرها. عهده كان علي. عارف امر الله غلب. لكن قلبها الخفيف ما استحملش الصدمه. تقوم تعاديني وتحط من شرف اهلها. لو تسمعني بس. صبرك يا شيخ فاضل لما نشوف. كمل يا شيخ. اللي اختارته اتجوز.
وهي لا، ده غير ان اللي اتجوزها لا هي من توبه ولا هي من قيمته. انت دلوقتي بتتكلمي غلط يا شام، استغفر الله العظيم. هي دلوقتي بتقول على اللي في قلب صبيحه يا شيخ؟ يا عم الشيخ عقيل، صبيحه دي واحده ما بتحبش الا الدنيا ومظاهرها. عشان كده اللي بتعملوه بيزودها مش بتعالجوها. يا ناس حرام علينا كده. حرام؟ معلوم حرام. ست تهيأ لها انها اتظلمت، نقوم نسيبها للشياطين والابلسه جابر وامه، ولا ناخد بايدها يا فاضل؟ عايزانا نعمل ايه يعني؟ نلحقها، وعشان نلم لحمنا ونحافظ على شرفنا نجوزها. نجوزها؟ ايوه. ايه رايك لو نجوزها لاخوك بدران؟ بدران؟ اخوك وابن عمها، ومن النوع اللي يعجبها، ابن حظ وفرفشه، ويا دار ما دخلك شر. لا حدفناها شطوط بلد المعز ولا سيبناها تلطش يا ناس. لكن لو رفضت؟ لو راح لها سيدي فاضل ورضاها بكلمتين وقال لها انا غلطت. انت بتقول ايه يا شهامه؟ بلاش يا سيدي انا غلطت، قول لها مين عارف، يمكن لو كنا اتجوزنا ما كانش حبنا دام، وهو الزمان بيشفي الصدور. قلت ايه بقى يا فاضل يا ابني؟ هقول ايه يا عم الشيخ عقيل، انا مع الاصول، سمعا وطاعه يا ستي. بس اوعى تجيب لها سيره الحمل، يمكن تكون الحكايه دي مضايقاها برضو، ما فيش داعي تفكرها بيها. طيب يا ست الستات، اطلعي انت دلوقتي ريحي في اوضتك، وانا اقعد شويه مع عم الشيخ. حاضر، اسيبكم بقى تتكلموا مع بعض. فضتك بعافيه يا ابني. مع السلامه يا بنتي. الحكم لازم يبقى في ايدي والكلمه كلمتي. الحكم لازم ايدي والكلمه تبقى كلمتي. الحكم لازم يبقى في ايدي والكلمه كلمتي. الحكم لازم يبقى في ايدي والكلمه كلمتي. الحكم لازم يبقى في ايدي والكلمه تبقى كلمتي. الحكم لازم يبقى في ايدي والكلمه كلمتي. صبيحه، الحكم لازم يبقى في ايدي. ست صبيحه. ايه سي فاضل يا ست صبيحه؟ عمل ايه تاني؟ واقف بره. خلي جابر يطرده، خلي جابر يطرد كل الناس. جابر ده اللي كيدهم كلهم. قلتلك خلي جابر يطرده. حاضر حاضر يا ست صبيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقدر أقعد معاك شوية يا بنت عمي؟ على العين والراس يا سي فاضل. أقدر يا ست صبيحة؟ صبيحة. السكوت علامة الرضا يا سي فاضل. جابر فين يا أم جابر؟ أثر الشر ومشي. على كل حال قولي له ما يخافش. هو برضو اللي ما يخافش. اضحكي زي ما أنت عايزة يا صبيحة. أيوه اضحكي، لأن السلاح اللي بيرهب جابر بقى معانا احنا مش معاه هو. اللي هو؟ صبيح. ست صبيح امشي انا؟ استني تحت يا ام جابر، واوعي تكرمي بدران وفوز. حاضر يا ست. الشر اللي جواك ده كله كنت مخبيها فين؟ ليك عين تقابلني بعد كل اللي عملته؟ اسمع يا صبيحة، أنا لي عندك رجاء، لو كنت بتعزيني صحيح ما تخيبيش أملي فيكي. الختم وديتهولك والعمودية وخدتها، عايز إيه تاني يا فاضل؟ يا ستي كنت أعمى، ما شفتش اللي أنت شعرة بيه ناحيتي. بقى الجمال والعلم والأصول دي كلها، تعز واحد ضلالي زي جابر ليه كده؟ العند. وانا جاي اقطع العند ده، انا عارف ان احنا السبب فيه. احنا؟ يا ترى عندك استعداد انك تسمع مني الرجاء ده؟ هي كلمة واحدة عايز اسمعها منك يا فاضل، ولو قلت غيرها هتزود النار اللي في قلبي. اللي هي؟ تطلق شامة. اطلق شامة؟ ايه اللي مش عاجبك فيا؟ وحشه عوجه جهله؟ ابدا معاذ الله. بطني ما تجيبش شرفه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انا متاكد انك فوق الشرف. امال مالك؟ ازاي ما حسيتش باللي في قلبي؟ ازاي يا صبيحه؟ انا ماشي في سكه الاخره وانا ماشيه في سكه الدنيا. صبيحه هتطلقها؟ انا جاي اعرض عليك الدنيا اللي انت بتحبيها.
لو ما فيهاش فاضل تبقى سجن جنان. طب ايه رايك تتجوزي ابن عمك التاني؟ بدران امشي اخرج بره يا فاضل، امشي بدل ما اغلط فيك. هتنزله عن العموديه واولادك منه هيكونوا سياد البلد، وانا هاخد مراتي ونعيش في زاويه النفوس والصلاح حوالين التعريشه اللي في السرجه. مش ده الحل، الحل انك تطلعها. انا عارف ان ام جابر هي الشوره بتاعتك، انا نازل وهستنى تحت، خد رايها وابعتي لي.